واللي البدري بدري والايام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كان كريم علينا. الحمد لله. وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. حلقة جديدة من دور الستاشر في حضرة الدود ومحمد حازم. منورين يا شباب منورين. وحلقة النهاردة عن الأكلات اللي كانت وحشانة في رمضان. ومع كلنا شايفين ناكلها فاحنا حاليا بنصورها واحنا في رمضان عشانكم. بس احنا حابين نعيش معاكم الجو. انا طب لو انت بقى جبت اكله من المفروض ان هم وحشونا في رمضان وطلع حد فينا اكلها في رمضان يبقى ايه الوضع ده؟ فيري ريسك. هو حر بقى. هو فيري ريسك. انت بتغامر بقى حاجات كتير قوي. أوكي. تمام. لكن هو الطبيعي تبقى في السيف سايد بتاكل مسلوق. هي الناس بتحب تبقى محافظه كده في رمضان اللي هو ناكل الاكل العادي في السحور ما ناكلش ما اعرفش ايه. انت قلت مسلوق يعني الناس اللي بتحب تحافظ قوي يعني. واحنا مالنا بالكلام ده؟ انت بقى هتعيش بقى حوار الحموضه والشرب وبتاع. ايوه انا مش في فوار رمضان مسلوق دايما انا. ما بقى يعني على طول مسلوق. والزبادي والبتاع. وما عندكش انستجرام خالص ولا حد بيبص ولا عنده اي فكره خالص. انا زبادي ولا بقى اكل من دي جبن وبتاع خالص ولا اي حاجه. انا جاي باربع خمس حاجات من وراك من تحت راسك انت بس. فحاجه النهارده فوت في حاجات فيها سبايسي حاجات فيها مقليات حاجات فيها ملوحه واحنا عشان هو مش سر على الناس احنا لسه بكره صيام صح؟ احنا صايمين احنا نستحمل عشانكم. بص انا قلت ايه احنا نستحمل وبعدين بصيت للكاميرا دي قلت عشانكم. اقل كليب للفنان ابراهيم عبد القادر. نبدا الحلقه؟ نبدا الحلقه كالعاده. الدود يسحب اول ماتش. يا رب يطلع اكل ما اكلتوش فعلا. ما اعتقدش حد مفيش حاجه ما اكلتهاش. جمبري ما اكلتش جمبري طبعا. كشري ما اكلتش كشري خالص خالص خالص. المباراه الثانيه بين دي ورقه فاضيه. ما اكلتش مخ برضه في رمضان ده. سجق اسكندراني ما اكلتش. سجق مخ ايه الماتشات دي يا جماعه؟ حلو الكلام. ايه الماتشات دي؟ يلا المخ النهارده في حضره الدود اهو. ان شاء الله الدود يجيب لي حق. حواوشي وجايبينه سبايسي. شاورما فراخ سوري. بس احنا عاملين تنويع كده عاملين الشاورما الفراخ سوري والشاورما اللحمه مصري. مصري فعاملين عشان ما نزعلش حد مننا. انا اكلت فتة شاورما بصراحه. انا خدت سندوتشات شاورما في رمضان تعبت بعده تعب كميه الهوت رهيبه. هوت دوج هو ده وحشني قوي بقى رمضان. مش وحشني نفسي اكل سندوتش هوت دوج. فطيرة سجق. اوكي ماشي. شاورما لحمه مصري كنا لسه بنقول والله. شاورما لحمه وجايبينها سبايسي برضه. وصاد سلطه رنجه. رايت طبعا ما حدش تطرق يعمل عامله زي بطاطي بطاطي. كبده اسكندراني اشكرك. تنافس السمك المقلي. على فكره انا عاده في رمضان ممكن مره ناكل يوم سمك بس المره دي ما عملتهاش خالص. بيتزا بيبروني اللي انا ماسكها في الثمنيل اللي لسه هنصوره طبعا. سماش برجر. اوف انا ده الماتش اللي ما كنتش عايزه يحصل. ده فاينل ده. يا نهار اسود. انتوا وحشكوا جانك ها؟ انا جانك بعد عنه خالص في رمضان خالص. كبده بالرده. كبده بالرده تنافس. او ماي جاد. ايه؟ فرايد تشيكن. اوكي. اوف ما اكلتش فرايد تشيكن برضه في رمضان خالص. حلو. من كل ده يا في مثلا حاجه عديت عليها بس الباقي فعلا وحشني جدا. انا مش عارف انت عندك عارف تكتب ايه؟ عندك توقع؟ لا انا لسه مجمع الليست لو حد جاهز. لا انا مش جاهز. احنا بس احنا برضه هنفوت على ايه؟ عقلي عقلي ولا قلبي؟ عقلي دي فيها تلميح على فكره. ايه؟ عقلي ولا قلبي فعلا. لا لا ايوه لسه جمعها دلوقتي. عقلي ولا جمبري؟ انا اعتقد لازم نهبد يعني اعتقد لازم في جزء هبد محترم. ماشي بس انا عاوز على الاقل يعني عاوز اللي اختاره يكسب اول ماتش. اختار حاجه على الاقل مضمون انه هيكسب اول ماتش وعلمك صعبه. ساعات كلها حرشه وحلوه. احنا بس احنا واحنا بنفوت هنفوت على اكتر حاجه مش عارف ناكلها في رمضان مثلا وهنعمل ايه؟ ما انت بقى ايه المفروض ان انت لما تيجي تاكل من الحاجه دلوقتي تروح ايه؟ يعني جايبه بقى جايبه من جوه اعصابك. تحس بعد ما المؤاخذه من المؤاخذه يعني رعشه فاهم؟ رعشه عدنان. رعشه فتحس ايه هو ده. ربنا يستر.
انا اخترت بعقلي مش بقلبي عامه. طب ممكن اكتب قلبي مع ايه جايز يكسب؟ ما هي حاجه على جنب بس يعني مش هتحصل. كده كده احنا كده جاهزين يا جدعان ان شاء الله. ايه اول ماتش معانا يا استاذ مهدي؟ جمبري وكشري. الجمبري والكشري. جمبري وكشري وابتسامتي. احمد هو جمبري ام جارجا؟ اوكي جمبري 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 ايه جمبري 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 ايوه دلوقتي على اول ماتش بسم الله نبدا الحلقه. يلا حماده يلا. ماشي تعمل كشري هدوق بس. لا ادري ما هي المفاجأة التي يخبئها احمد لنا هذه الحلقة. هو انت ليه متصور ان في مفاجأة؟ كده كده احمد لازم يجيب حاجة ممكن الكبدة مثلا هي نفس الكبدة بتاعت المكرونة. احمد طالبين حاجات من بدري وتركيز وبتاع لدرجة ان في مطعم طلبنا منه اوردر بعد الساعة ونص تقريبا شفنا ان هو ما طلبش الاوردر. المطعم يعني المطعم ما ضربش الاوردر. نبدا بالكشري والجمبري. نبدا بايه؟ جمبري. الجمبري ده تحس انها دار مناسبات في سنه. اتفضل يا باشا. ايه ده انا كنت داخل بالمعلقه لقيت في جمبري. بسم الله. سندوتش جمبري. هدوق بس. وحشني صوتك. جمبري حلو قوي الصراحه. كان وحشني. انا اكلت جمبري اول ليله في رمضان يعني اول ليله سحور. واو. كنت فاهم اول يوم ده كان بدري كان صعب قوي. اخر مره اكلت جمبري كانت حلقه دور 16 برضه تقريبا. بس انا سؤال مهم احنا هنعمل ايه بعد ما نخلص اكل؟ هنعمل ايه؟ عشان نبقى جاهزين للصيام بكره. هنعمل بقى استخدامات ايه الروتين بقى الرايب والحاجات اللطيفه دي. او هندوق بس. كده هندوق بس. مضوق ده احنا متفقين هندوق بس. مش بسيط يعني. جاهزين؟ بسم الله. لا الريحه يا لهوي. كل مره بيطلع حلو. انا عاوز ادي تحيه لظبطه احمد لطبق الكشري. برافو عليك. هدوق بس. تعليماتي صح؟ مهدي بيقول ان الليمون, الليمون ده شيء مستحدث. انا كنت والله العظيم لسه هاخد معلقه ثانيه واقول لك ايه اديني عصره. هدوق بس. انت شايف هو انت تحط ليمون على الكشري ولا لا؟ انا بحبه الصراحه. انا بعشقه. انا ما كنتش فاهم الموضوع ده لحد ما حد شرح لي وجربته لقيته قوي جدا. انا هدوق بس. طب وبعدين؟ في فوت؟ لا افكر. صعبه قوي. كشري الحب الحب يا شيخ زي الافلام. واحد اثنين ثلاثة كشري. مبروك لك كشري. انت كنت عايز ايه؟ بص اصل انا كنت عايز اقول كشري يعني او انا لو سالتني تاكل ايه اقول لك اكل كشري. بس الجمبري كان حلو ما اعرفش. الجمبري حلو الجمبري. سبايسي كانه دلوقتي. كشري الصراحه فوز مستحق بالنسبه لي الصراحه. مبروك للكشري. مبروك للكشري. لا يعني لا اعتقد ده من اكتر حاجات المفضله في رمضان. كافتقاد في رمضان بقى. فعلا الكشري. ما احنا بنتكلم من المنظور يعني ده. يعني من المنظور ده برضو مش فكره انهين احلى وانا بحب انهين. أيوة. وانا باكل القطمه اللي انا دقتها ديت حسيت ان انا مشتاق لمين فيهم اكتر. يعني هو انا اصلا متعود ان انا اول يوم رمضان اي اول يوم العيد سوري يعني كنا بابا دايما ياخدنا نفطر شاورما وعلى بالليل كده اكل كشري. يفوز الكشري على الجمبري المقلي. ونذهب الى المخ والسجق الاسكندراني. المخ والسجق الاسكندراني. هيا بينا. المخ ضد السجق الاسكندراني. واللي جاي ده للاسف ده مش مخ ده مش سجق اسكندراني. ده سجق سجق مدخن. سجق مدخن معرفش ايه بس يعني هو يعني تمام. طب بدل ما نبهدل ثلاث بتاع اسم عايز تقسم؟ نبدا بالسجق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا مين بيعمله حلو؟ ابو رامي بيعمله حلو قوي. هو ده مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. عجبك؟ لا. المخ انا جايب بقى مخ يعني الرغيف جواه مخ فانت بقى انا ايه؟ برضو ايه عندي فكره. بس انا فضي ايه ده؟ ايه؟ تعمل ايه؟ بص انا كده خدت لقمه بمخ ماشي وبهدلت الترابيزه ولكن دي تضحيه انا قابلها تماما ما عنديش اي مشكله. سلومه المخ دي انا بالنسبه لي لازم طحينه ولازم خيار. لازم طحينه وش. لازم خيار ما يخليك. حتة مخ بقى. بسم الله. هجيب لك حقك. هجيب لك حقك. من اللي ظلموك في يوم من الايام. اللي جاب كده كان احلى. اللي جاب كده كان احلى. وده برد. هدوق بس. نعم. ده حلو. ايوه حلو ده حلو. مش طازه قوي. مش طازه قوي. اللي جاب كده كان احلى. وكان متبل احلى. انت ماتي اصلا ليك في المخ؟ ليك في المخ والكبده وكده. نموسي. بت كبده والمخ والاعصاب نموسي. والايه؟
والاعصاب. اعتقد الماتشين الماتش ده احبطنا سيكا. موافق تماما. في الاثنين ما تحس ان هو عامل زي ماتش مانشستر سيتي وارسنال كده الاخيره. اقوى ماتش في الموسم على مستوى الاسم، ولكن في الملعب مفيش حاجه. ما جاش معايا سكه ده ولا ده. انا ممكن افوز اسما فقط. فوت اسما فقط يعني كده بالحب يعني. مخ شكرا اسما يعني. شكرا ماشي يعني. المباراة ماتش محبط اللي بعدها وهي مين بقى اللي جاي؟ حواوشي وشاورما فراخ. والشاورما الفراخ ينفذوا على ايه اللي بعده؟ الحواوشي المصري الاصيل اللي سبايسي جنبه سبايسي ضد الشاورما الفراخ السوري. تمام. حاجه انا دول بعشقهم الاثنين، دول من اكتر حاجه اللي بحبها يعني. تحب نبدا بايه؟ شاورما. الشاورما ماشي. طب وليه الهدر يا اولاد؟ ما نقسم. هنقسم دي ازاي يا جماعه؟ انا حاسس انها هتفرط مني وانا بسال. ايه عشان كده؟ عشان طب ما ينفعش سكينه يا عم. خلاص كده كل واحد دي نص بتاعه. أيوة لو كمل هيرجع له. ايوه شكرا. بسم الله. يا نهار ابيض. الله 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 على الزيوت. في اهانات حصلت في الله. حلو الله الله. هدوق بس. ده صراحه ما اقدرش اعرف. رمضان صعب قوي في رمضان. اول سندوتش يدفعني ان اخد قطمه ثانيه منه. لا شيء. انا هدوق بس. اني بنقول كده ما انا هعمل ايه؟ ما انا بحاول ابسط نفسي. الله. اتفضل يا باشا الحواوشي. نقسمه انا وانت. الله عليك. بس معاه هو في بتاعه تمامه هنا. لازم تذكروا ان انا برمي في الارض ولا حاجه. ليه كده يا دودي؟ مش ممكن كده. اسف معلش معلش. خد يا بقى فيني الفلوس. الله. ماتش صعب قوي. الكيكه الحرقه جت في الاخر. ماتش صعب قوي. هدوق بس. والاثنين بيعطشوا قوي. الاثنين عطشوا موت. ايدوها بوينر. طبعا. والله؟ طب تعالى نتفق اولا ان اي حد من الماتش ده على مستوى الجوده يكسب اي حد من الماتش اللي فات. طبعا. طبعا 100%. طب فوت. حواوشي. شاورما. يو سوينج. وده مش لاني عندي مشكله مع الحواوشي بس على الشاورما حلوه قوي. عايز اقول لك حاجه. دي اول مره نطلب الشاورما من المكان ده في الحلقه يطلع فشيخه. في العادي بيطلع ايه؟ بقت الناس مره طلبناه وكانت ما تتاكلش. ايوه طلبناها عربي الفراخ. حلقه الجبن. اللي جات مثلثه كده وكانت واضح ان هي ذكرى سيئه لدرجه ان مخي قلبها. لما مطلوب بره التصوير بقى حلو قوي، جوه التصوير بقى وحش، ما اعرفش ليه. أوكي. دي اول مره زي بره التصوير. بس في سؤال انا بس عشان ايه اكتر حاجه يعني انت فعلا انت مفتقد الشاورما اكتر اصلا عشان بس طعمها حلو اكتر؟ يعني انت الشاورما لا هو بتبعد عنها. شاورما فراخ على فكره. انا اكلت حواوشي في رمضان. والله سحور كمان. انا اكلت شاورما في رمضان. دي اكلتها في رمضان. انا ما اكلتش لا ده ولا ده في رمضان. ولما دقت الاثنين كانوا وحشني. وعجبني قوي في الحواوشي تقسيمه اندفاع الفليفرز جواه، حاجه معموله على اصولها. عجبني اندفاع السبايسي. بس يعني العيش كان ممكن يبقى لو قرموشي سيكا اكتر من كده كنت هبقى مبسوط اكتر شويه. حتت وحتت. الشاورما مثالي ما فيهوش غلطه، ما عنديش اي تحفظ من اي نوع. لا انا في رمضان اكيد الحواوشي هيتعبني اكتر وهيعطشني اكتر وهيبقى صعب ان انا اكله في رمضان اكتر. بلس ان الحواوشي ده يا جماعه ده تراثنا. انا ممكن اكل شاورما في رمضان واتعب شويه. مستحيل اكل حواوشي في رمضان. هتعب قوي. اذا من الدهون والبتاع والسبايسز وبتاع. اذا انا افوت حواوشي. اذا يفوز الحواوشي بالمباراه. اذا يفوز محمد حازم على الدود. الشاورما. لا والله خالص. قولها كده. انت عايز تقول كده. الدود ده حبيبي. ده مش ماتش. انا كنت محموق له. مش هعتبرها هزيمه خالص. لا هو الدود لو الدود محمود هيكسر الترابيزه على الرجل. عشان هو محمود ما فاكر. ده لو ماتش انا محموق له كنت هسيبه كده. ايوه. ده كان في سبيتش هتطلع دلوقتي تخلينا كلنا نختار الشاورما. يقول لك اي دو اندرستاند. ولكن هي ولكن دي بعدها تبتدي انت بقى خلاص بقى. انا ماليش شخصيه. ما عنديش وجهه نظر. شوف انت حابب تختار ايه وانا جاي معاك يا سيدي. يلا ماشي. حوشه مين جاي بعد كده؟ هوت دوج وفطير سجق كيري. ماشي والله اللي بعده الهوت دوج والفطيره السجق. تمام حصل. نبدا بايه؟ هوت دوج فطيره بقى. فطيره. انت لبستنا البتاع ده وانت شغال هوت دوج. امسك. فطير وحشني قوي. انا اكلت فطير كل شويه. نم 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 نم.
ادوق بس. حلو مش حلو؟ ايه ليه؟ ليه؟ حلو مش عاجبني قوي. ليه؟ قول لا ما ليه؟ مش حاسس بطعم الجبنه، حاسس بالجبنه؟ حاسس بالجبنه وحاسس بعجينه الفطيره وكتير وايه؟ ممكن مربع اخدته ما الجبنه ما جاتش معايا. خله يا ابني حته تانيه. انا في اوقات كتير بقول على الفطيره حلوه رغم اني مش حاسس بطعم عجينه الفطير اصلا، المهم مجرد وعاء يعني فاهم؟ المره دي لا، المره دي ليها شخصيه. لا مش ايه؟ انا مش وصلت ما جايش طعم الجبنه خالص. حاسس باكل خضار، حاسس شم السجق ما حاسسش بيه قوي. يعني اكتر حاجه ضربت معايا خضار، انا باكل فطيره خضار. حظك وحش. ماشي تعالى نجرب السجق. الهوت دوج سوري. اسمه الهوت دوج مش السجق. اسحب. واو ميكا وش. يلا. خد خد. ما قطعتهوش. مقطوع اهو. بابا احنا وصلنا ايه الماتش الرابع يا قلبي؟ بسم الله. انا وصلت حاله المفروض اوصل لها في الماتش السادس مثلا. نوع الهوت دوج حلو على فكره. انا بحب الهوت دوج قوي يا كابتن. نوع الهوت دوج حلو قوي. مادي مش مبسوط. انا مش مبسوط. تو ماتش مايونيز والهوت دوج بيفصل بسهوله. انا احب الهوت دوج اللي فيه حته كاوتشوكيه زياده اكتر. كاوتشوكيه؟ هو احبه يبقى شوي اكتر من كده شويه. جرب كمان اطلع. انا فاهم وجهه نظرك عامه بس هدوق بس. انا هو مفتقد الهوت دوج اصلا. بس هو نضيف قوي يعني. دقت حاجات وحشه قوي الصراحه. فاكر مره جبناه من مكان تاني كده كان مش فاكر؟ فاكر. كان وحش قوي. كان يعني الساندوتش معمول حلو بس تركيب الهوت دوج بتاعه وحش. كان بشع. وي هاف تو فوت. انا جاهز. انا هاخد هوت دوج. هاخد فطير. وانا هاخد فطير. ابلع. جميله لذيذه خطيره يتجنن يهبل خيال. مين جاي؟ ازاي طبقكم فاضي؟ عملتوا كده ازاي؟ انتوا اكلتوا كل الحاجات اللي جات وخلصتوها؟ نرجعها. طب اشمعنى ما بتقوليش انا اعمل كده معاك؟ مين جاي يا عمال؟ هننتقل للجانب الاخر لنرى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني من دوري ال 16 شاورما مصري مع سلطه رنجة. المباراه دي تاجلت لان الشاورما المصري كانت بتلعب في الصاله. اللي بعده الرنجة ضد الشاورما المصري. الشاورما المصري اعتقد الشاورما المصري فايزه. مبروك مبروك الشاورما المصري. لو دي كانت رنجة فعلا زي ما يقال. ايه ده مفيش عيش بلدي؟ والمعلقه احنا طالبين فصاله رنجة مش رنجة من حد. كان الصح يطلب رنجة ما كانتش صح؟ لا رنجة دي ما كنتش هاكل يعني. انا انت هتدوق اصلا؟ انا هدوق لو احنا كلنا هندوق. انا هدوق. هتدوق والله؟ اه يبقى انت ملزم انك تدوق. ماشي. انتوا عندكم مشاكل عموما مع الرنجة؟ انا عندي مشكله. انا عندي مشكله بس انا قصدي الماتش ده سهل قوي يعني. عارف ان هو ده كده ولا شاورما مصري ولا رنجة؟ طبعا شاورما مصري. ليه تحرق المفاجاه؟ مفاجاه؟ ده في شوك. ماما حاجه يا ماما. حازم حيان ما بياكلش. حلوه انت يا ماما. بس بالنسبه لي طب هي تات الليمون. انت مش كنت فاكر؟ هات ليمون هات ليمون. حازم ما بيحبش الرنجة لكن هيضحي معانا وهيضرب الرنجة. عارف بضحي عشان ايه؟ عشان الحلقة يا ولاد. شايف يا استاذ مهدي؟ هات يا عم ما تقعدش. يا استاذ مهدي انا انت عارف هو بيرمي على ايه؟ اه عارف. مش مشكلة مش هأحرج يعني. هي اصلا الرنجة فعلا صعب ناكلها في رمضان؟ اه طبعا مستحيل. صعب ايه؟ انتوا فكرتوني ان انا هجيب غالبا هجيب رنجة وفسيخ في العيد. انا ما باكلش فسيخ بس باكل رنجة. باكل فسيخ يا دود؟ باكل فسيخ، باكل سردين، باكل رنجة، باكل ملوحة، باكل بطارخ، باكل كل حاجة. هتاكل في العكاوي. العكاوي لو وقفت مسيرته. هدوق بس. يا جماعة حلوة قوي. يا جماعة حلوة قوي. هو مش احنا قلنا هندوق بس؟ ما شاء الله. ايه ما جاتش معاك سكة؟ صعبة؟ طيب هنجرب الشاورما ولا مش هنجربها؟ نجربها طبعا. ده لازم نجربها. هل هي ذكرى سيئه في حياتك مثلا او حاجه طفوليه؟ ايه في إيه انت ايه بقى بالك؟ لا ولا ذكرى سيئه ولا حاجه. انا مش مصدق اني عشت وشفتك بتقرف من حاجه في الاكل. يلا يلا كل شويه. ممكن اخلص طبق الرنجه واسيبني من الموضوع. بسم الله. دي شاورما وعليها طحينه سبايسي. اهلا وسهلا محمود مهدي. ايه اكلت شاورما دي في رمضان برضو. والله اكلت في رمضان؟ مع الحواوشي بقى. اي فوتنج. اوه! وعارف اني هخسر بس مش مهم. وانا فوت اخر مره هوت دوج على حساب الفطير مع ان الهوت دوج عمري ما هروح له في رمضان كده كده. فاهم قصدي؟
الرنجة كانت وحشاني جدا جدا جدا. السلطة دي ممتازة، الطحينة مع الخضار مع الطريقة اللي مقطع بيها الحاجة، وما شاء الله الرنجة ديت من الواضح انها طازة ونظيفة معمولها حبة حلو جدا. قطع ولا مفروم احلى من زي قطع؟ طبعا انا مفروم ده انا معرفوش اصلا، مش عارف ان في حاجة اسمها كده. ما بيفرموها بيفتفتوها شاورما. طب ايه بتكلموا في ايه؟ شاورما طبعا يا راجل، شاورما ادفع كل ما املك واخرج الشيء ده. اجيلك ولا ايه؟ تنورني. ونجيب فحلين بصل كده. خلي بالك انا في الرنجة والفسيخ والكلام دوت باكل نوعين البصل معاهم، يعني بصل الاخضر وبصل بقى اللي هو الاحمر العجد متقطع في خل وليمون كده. ما اشبه الليلة بالبارحة. بس اقول لك حاجة في منتهى السيسنة، انا باكل الفسيخ والرنجة والملوحة والبطاطس مش كوسة. اوه والله بقوم ما بغسلش ايدي. اوه لا 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 ما تقولش. لا لا ده كده الناس اللي بتاكل فسيخ تزعل منك جدا. عم اقعد يلزق الريحه في ايدي واقعد ماشي بيها اليوم كله. لا لا تلزق في بقك وفي امعائك. صح صح مش كده بغسل سناني. اي فوت رنجا. الله 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 الله. عن اقتناع ولا عن عند؟ الاثنين. انطقت I'm not too proud of the charity. I don't care. انا حطيت ايدي كده عشان قراءه الشفايف عشان ما تعبكوش في المونتاج وتحطوا على بقي زغلله. انت محترم واحنا في رمضان لسه. لا 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 خلاص خرجتوني بره رمضان وخرجتوني. يلا بره يلا بره. حسبي الله حسبي وانت تكفي يا رب. الطبق الحرش. انت بقول لك ايه ده انت هتشوف مني الطبق الشقي. مش هاخد بالك من حاجه. مش هاخد بالي من حاجه يعني هسمعك بس. لا بجد هو فعلا الرنجه صعبه تبقى في رمضان جدا. يعني بره رمضان. انت ممكن تاكل يعني انت اكلت شاورما في رمضان لو انت كان لازم اقول لك لا لو انت سغلتها. لو انت اكيد رنجة اصلا صعب تاكل رنجة في رمضان. صعب يعني صعب هتعطش للصبح بجد. برضه كلام ممتاز. لان كان موجب بعمل من فتره طويله. اخد بالي. طيب مين اللي جاي؟ كبده اسكندراني وسمك مقلي. اوعى وشك. اديني باللي بعده. الكبده الاسكندراني ضد السمك المقلي. نبدا بايه؟ ناكل السمكيه. انت تيم سمك مقلي طبعا. طبعا جدا. ابدا يا باشا افتتح. شوف شوف برضه دخلة محترف سمك مقلي قديم. لعلمك انا من كبار المحترفين وناس ممكن تستعين بيا في هذا الموضوع. اوف اوف بص الدخلة. في الدخلة في السمك المقلي وفي أوف. تقطيع البطة. تقطيع البطة؟ انا بدخل في البطة بايدي. نو تولز نو شيت. نو تولز نو شيت. كلمنا عن جمال الريحة والقرمشة. I love it. كانت محتاجة ليمونة. اوه بص بقي بقى. الله. انا وحازم كان عندنا تفسير من شوية. عارف لما تاكل اكل كتير زي ده وبعدين بطنك تبتدي تقلب، ده تفسيره العلمي ايه؟ ان خلايا بطنك بتبتدي تعتقد ان انت في اوبن بوفيه فرح فبتبتدي ترقص بقى. بس هي كده اصلا انت هتاكل كل ازاي في فرح اصلا؟ انت اما توصل للصف 16 تكون انت وبعدين ده فرح فلاحي جدا اللي ممكن يكون جايب الحاجات دي كلها في نفس البوفيه. حاطط سمك مقلي ورنجه وكبده وشاورما وهوت دوج. اكلت؟ ايه؟ اخدتها؟ لسه بقى. وده ما اكلتهاش؟ بس تخلص من الشوك. اديها بقى. ما دي برضه اخدتها. تقطع فصص من الشوك يا حازم. انا شفت منك جانب ناعم النهارده عمري ما شفته قبل كده. بيقرف من الرنجه ومش عايز الشوك بتاع السمك. حلوه. لا والله. والله حلو. الحمد لله على السلامه. حلو الصراحه قوي. يلا كبده اسكندراني. يلا ايوه. الله ينور عليك. ماشي ينور علينا. امسك يا باشا. الله ينور. مش عاجبني ده. مش عاجبني ده. بصوا ايه ده؟ ده الزيت. ده حلاوته الزيت. كانوا شويه تو ماتش. حلو قوي. يعني عندي تحفظ على موضوع الزيت اللي باظ ده بس هو حلو. بسم الله. واو. وحشتني قوي. وحشتني قوي كمان قوي قوي. كبده اسكندراني. كبده اسكندراني. كبده اسكندراني. ثلاثة كبده اسكندراني وحاجة ساعة يا ماما. خطيرة. أعتقد برضه نبعد عنها في رمضان دي وش. لا حس فلفل الصبح وعطش الصبح. بس نظيفة قوي، دي نظيفة قوي. ده نفس المكان اللي جانا منه السجق المدخن. بس هناك فرق. قوي حلو. بس هو السجق المدخن ده انا بس عايز اقول لكم حاجه، هو انتاجه اصلا قليل الجوده جدا يعني. فاهم. يعني ابو رامي بيعمله بشكل خطير. بقول لك هو نفسه المنتج نفسه ابو رامي خبرانه خطيره رديء، فهي هتفرق في الخلطه. يفوز الكابتن اسكندراني طبعا على السمك المقلي. مين معانا؟ بيتزا بيبروني وسماش برجر. ايوه بقى اديني يا عم انت فين من بدري. البيتزا بيبروني ضد البرجر. نبدا بالبيتزا.
نبدا بالبيتزا. نبدا بالبيتزا تالي ما فيهاش دي بقى، لازم كل واحد ياخد له سلايس. تخيل بنقسم السلايزايه. والله يا علشان الهدر الواحد بيصعب عليه يعني. بسم الله. كرتاش من زمان. قول له حلوه زعيع. تو ماتش زيت وتو ماتش جبن وتو ماتش. بس جميله. حلوه قوي طبعا. طب نرجعها تاني في نرجعها. نرجعها. الله. ناخد البرجر. اه تاني. طب ما هو إيه؟ وقع من بعضه وفك كده وما بقاش حلو. ماشي براحتك. برجر كلاسيك برجر بسم الله. جوسي بجد. ايه خلصها بقى هدوق بس تو ماتش هخلصها لسه هنصحى. لا جوسي لكن وحشني. بصوا الاثنين بالنسبه لي ما تاكلوهمش في رمضان، بس الاثنين يعني نفس المستوى بالظبط. ليه البرجر ما تاكلش في رمضان وليه البيتزا ما تاكلش في رمضان؟ ليه الاثنين ما تاكلوش في رمضان؟ انا بالنسبه لي هقول لك حاجه، الفاست فود بالنسبه لي كله على بعضه كده هو مش عشان يعطش على قد ما هو عرف. اوكي. فهو البيتزا برضو ما بخاف اطلبها عشان برضو بحسب ممكن تبقى فيها زيوت كتيره من الجبن وكده. اوكي. فبرضو بعطش بعدها جامد. فهمت. والبيتزا مش بس كده بتجوعني، يعني البيتزا لما اكلها ما تشبعش جوعي يعني بعدها بفتره يعني، فاهم قصدي؟ فاهم قصدك بس يعني مستغرب. يعني لو اتسحرت بيتزا هقوم ميت من الجوع. لا هو بيتسحر. ايوه بس احنا بنتكلم مثلا يعني السحور. لا انا بتكلم رمضان بشكل عام. مش بكلم افطار بس، اصل افطار بس دي مقدور عليها، اصل انت عشان لو حد ما تفطر يعني تتسحر تشرب ميه دي حاجه تانية. بس انت افرض مثلا جت تتسحر مع صحابك مثلا اكيد مش هتاكل بس تاكل زبادي بس، ما تاكل برضو حاجات تانية. هناكل زي ما الناس بتاكل، ناكل فول وطعميه. ايه بقى؟ فول وطعميه ومثلا بيض اومليت ولا بيضه مسلوقه وشويه زبادي فانا هختار اكتر حاجه انا احبها اكتر وبحس ان انا مايل ليها اكتر البرجر عشان محمد حازم ما يزعلش. بيصحك بالبرجر. شايلك بالرنجة في وشك وبعد كده يصحى. برجر عشان هو طبعا يختار برجر. انا عارف برجر. انت انا عارف موافق. انت برضه برجر. ايه اخر ماتش في دور 16؟ فرايد تشيكن وكبده بالرده. الله يلا بينا يلا. اخر ماتش الفرايد تشيكن وكبده بالرده. نبدا بمين؟ كبده بالرده. ممكن نقسمها ولا ايه؟ دوق الشماسي دوق الشماسي. هيا عطمك يا رد. حلوة؟ أوي. ما عجبني أوي. هي الطحينة بس اللي مش حلوة خالص. الطحينة مش حلوة. أوه. عشان كده أنا اتخضيت فقط بس دقتها الوحدة لقيتها حلوة. حلوة. ندخل فرايد تشيكن؟ بطني ابتدت ترقص من الفرحة. أمن قصدي. ورك ولا دبوس؟ دبوس؟ سناخد حتة من الورك. دبوس ريز. بسم الله. هي قطمة، هي قطمة بطني والنبي ستوري معايا خلاص آخر حاجة. قطمة. قطمة. اعقلي يا وليا قطمة. فاجئها، ما أنت طول ما أنت مدلعها وبتاخد رأيها هتتدلع عليك. الله انا وحشني الاحساس اللي ما اكلتوش من زمان. ده براند مصر. وضح عشان ما اكلتوش من زمان دي. براند مصر. مش عم الشيخ ده. عم الشيخ خلاص خلاص والله 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 وديته هناك حتى خلاص. ده سبايسي ايه؟ جميل جمال. جميل جمال قوي. حلو قوي. الله الله انا هفتح بكره قوي. خلاص يا استاذ خلاص احنا خلصنا وروحنا خلاص. انا هفتح بكره. عايزين نفوت بعد اذنك. بقى تشك. بص بقى الحركه دي. نص الكلمه للكاميرا دي مع بعض. نص كلمه للكاميرا دي. هما الاثنين فيهم فرايد تشيكن. مجانين مجانين كاميراتها. تفوز فرايد تشيكن على كبده بالرده فوز مستحق جدا 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 جدا. ونذهب الى اول ماتش في دور الثمانيه ما بين مين ومين؟ كشري ومخ. ايه اللي بعد؟ اول ماتش في دور الثمانيه الكشري ضد المخ. ايوه. هل ماتش سهل؟ لا. ماتش صعب؟ يعني بالاسم المفروض يكون في فائز واضح، ولكن على مستوى الطلبات اللي جت النهارده وده عامل مهم في المقارنه. لا المقاييس اتقلبت يا كابتن. في رمضان. في رمضان لا جوده الاكل في المطلق. لا انا قصدي نوع الاكل في رمضان. بص بص اي حاجه الكشري كمان نظرا لقله توفره يعني في محلات كشري بتقفل في رمضان بالكامل. واخد بالك؟
فقال لك كنتش عارف الموضوع ده مش عارف ما حد شاورما بتقفل مين مين اللي مين شاورما بيقفل انا سمعت نعمه بتقفل في رمضان ما خدش بالي في الموضوع ده نعمه سمعت بيقفل في رمضان لا بس نعمه كيس لوحده بس لا نعمه هيقفل ازاي نعمه اصلا فول وطعميه ايوه سمعت ونعمه اصلا فول وطعميه وكده فهي الكشري اكتر اكله بتعتبر مفتقده في رمضان انا الصراحه معاك جدا يعني برضو حتى الناس في رمضان بيبقى عايز ياكل بروتين يعني هو ما حدش هيعدي وجبته كده من غير ما ياخد حته سبايسي فيها عالي جدا برضو سبايسي فيها محترم وسبايسي وكلها حاجات تعطش وفاهم قصدي فهي تعتبر الاكله رقم واحد افتقادا في رمضان خلينا نحط المعلومه دي على جنب اكلته كده في رمضان السنه دي لا السنه دي لا بس ممكن ممكن في العادي بس السنه دي لا مش انا هفوت كشري انا لا انا 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 المخ من الاكلات المفضله عندي في المطلق وعلى فكره بقى رمضان ولا مش رمضان هو المخ عاده من المطاعم اللي عندها امانه بيكون شاحح يعني انت ممكن تكلم مطعم كبده ومخ ومعروف جدا دايما تلاقي مخ بيقول لك مفيش مخ خلص انا بقدر الناس اللي بتعمل كده لانه ما بيطلعش حاجه مش طازه ما بيطلعش حاجه مش بتاعه يومها وده شيء محترم جدا يعني المخ بالذات كمان من الاكلات اللي هي لو في بس اي مثلا زفاره او اي او اي مثلا هو قديم او كده او مش فريش هيديك تجربه مرعبه بس انا اعتقد ممكن تاكل مخ في رمضان عادي ممكن بس برضه ممكن بس مش دارج يعني فاهم يعني هقول لك يعني انت لما سالتني كلت من ده في رمضان كلت كشري في رمضان اكيد متاكد بس ما كلتش السنه دي مخ ما اعتقدش اني عمري كلت فرخ ايوه ممكن عشان مش السيزون بتاعه اكتر مش حاجه بتيجي في بالك بالظبط يعني حتى لما تيجي تطلب من بره انت عاوز مش عايز تاكل سندوتش واحد فاهم يعني انت لما تيجي تطلب سندوتش كبده ومخ ولا حاجه زي كده هتجيب رغيف ورغيف ولا نص ونص حسب اكلتك عاده في رمضان انت عاوز الكذا كورس عاوز 4-5 اطباق تقعد تتشقلب فيهم كده هاي فوت مخ انت تسوين يا باشا هتقول بقى تبقى خد بقى حقك فرصة. بقى دلوقتي وباخد بتاع اي فوت يا واد يا واد حلو حلو قوي حلو ماشي اختياركم لسه موجود انا اختيار لسه اختيار لسه او ماي جاد وانا برده الماتش اللي بعده ما بين للي بعده حواوشي وفطير سجق الحواوشي وفطير سجق الحواوشي ضد الفطير ها سهله 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 قول يا مهدي قول يا مهدي حواوشي قول يا حازم صراحة؟ لا حوش بس انت احترت يعني ليه؟ صراحة بحب الفطير قوي ولو انا يعني لو انا في العادي الفطير في رمضان سحور ولا افطار؟ اكيد مفيش سحور ده لا. يموت لا ممكن سحور تسحر فطيرة مستحيل افطر فطيرة ما هو مستحيل تتسحر فطيرة برضه؟ لا مش مستحيل عادي بحاجة. مش هتعطش؟ لا هعطش طبعا بس اشرب ميه كتير موت لا يعني. بس بقول لك ايه حواوشي لا ده انا اموت فيها هي هي يا جماعه ما ده عيش وجواه لحمه بس حواوشي مش سحور دي عجينه وجواها لحمه لو حواوشي بالنسبه لي فطار انا لو اكلت فطيره سحور لو اكلت حواوشي في السحور ممكن اموت فيها دي ما انا باكلش في السحور طبعا يا ابني هي هي ما انت دي عجينه مزيته جواها لحمه لا حواوشي ده عيش مزيت جواه لحمه الحواوشي حاط فيه دهن دهن دهنه كده فاهم طب ما هو المسيان والفطير برضه السجق فيه دهنه ايوه لا عنصر العجيزه العجيزه او عنصر العجينه في الفطيره معجزها شويه العجيزه في الفطينه معجزها شويه نسبه العجينه في الفطيره اعلى شويه من نسبه لان انا عمري في حياتي ما بيرسيف العيش على انه عجينه العيش عينه عجينه عمري ما بتجيلي كده العيش عيش حاجه قائمه بذاتها كده فانت حواوشي 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 كده حواوشي الصراحه صعبه جدا صعبه قوي في رمضان مستحيل انا ما قلتش حواوشي بس حواوشي ماشي انت ما قلتش انت قلت حواوشي لا ما قلتش قلت انت قلت حواوشي 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 خلاص انت بتقرف على الناس بقى ايه بتقلف على الناس لا انا مش بقلف يا عم الكاميرا مسجله يا عم الفار يا عم حواوشي بس انت احترت يعني فوق انت فوق دماغي مين بقى؟ كبده اسكندراني ايوه وسلطه رنجة اوكي اللي بعده الرنجة والكبده اسكندراني اعتقد كبده اسكندراني اوه عوشك يا حبيبي بص انا ما احبش ان انا يعني اخليك تستمر في تجربه مؤلمه بالنسبه لك ماشي الدرجة. رنجة قبل ما تكمل بس قبل ما تكمل حزوم هي مش تجربة مؤلمة خلاص انا شكله تاني انت يعني انتوا احرار عادي الحكايه مش نعمل انا رنجة وهو كبده اسكندراني اصل اي ما حبي كبده اسكندراني يا جماعه اي حاجه من ال 16 اللي احنا اتكلمنا عليهم النهارده ممكن يكون عندنا تحفظات ليهم ان هم ما يتاكلوش في رمضان بس في الاخر في ناس بتاكلهم رنجة محدش هيقول الا الرنجة الا الرنجة دي ولذلك هي من اكلات العيد طبعا اللي هي دي الحاجه دي الحاجه اللي كل مصر متفقه نفسي افهم انت بتفهم اللي بقوله ايه فاهم
ان دي ما تتاكلش في رمضان وحشانه موت وكلنا عاوزين ناكلها في العيد. ايوه الا الناس اللي تفافي كده. انت بتعيط حسب رمضان ده هو جات له عطبطاب. خد بالك جات له عطبطاب. ايه حمرك ناجتس؟ في شويه رز فايدين من امبارح. حصل 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 فيها. ايه ليه له بطاطسايه وشويه يعني يعني هو ده اخر دور 16 هتجيلي في حته لحمه من دي مليانه دهنه ومش هعرف مش لا انت ممكن ما تجيش سهل قوي. تعالي تعالي على بعض. صلاه الرنجة الرنجه تفوز. وانا صلاه الرنجه بالنسبه لي هي ممثله لكل ما هو سمك معفن يعني. ايوه حازم تيري تيري ري تيري تيري ري. طب لما تقول انت الفن كل يقول تقول الرنجة على كاوس اسكندراني الجامده جدا. طبعا كاوس اسكندراني ما تقولش جامده ما تقولش جامده وهي غضبانه عليك يعني فما تاكلش كبده اسكندراني تاني بعد اذنك كله رنجة. يلا المصري بعد اخر روح اخر دور 8 ايه سماش برجر وفرايد تشيكن. اديني في بقى الماتش الامريكاني قوي ده. طبعا احنا هزرنا بقى بس لو حد من دول الرنجة مشيته تمام انا هقوم امشي معاه. يعني انت متضايق من ان الطبق المصري الاصيل الفرعوني يتفوق على الطبق الامريكاني الحقير ده؟ مش فاهم بفكر ازاي فاكره عقيم جدا. ده الفراعنة كانوا بياكلوا القرف الجميع الحاجة الجميلة دي. البرجر والفرايد تشيكن انا مع معشوقتي الاثنين دول مع فرايد تشيكن. او ماي جاد برجر. او ماي جاد والله يا حازم قصدي انكد عليك والله العظيم ثلاثه بشحت. بس والله ما قصدي وقعت وعايز ارجع الفيوم والله العظيم ثلاثه بشحت. بس الفرايد تشيكن دي ما تتفوتش. اه ماشي خلاص اخواتي. انا مش بتاع ايه. انا مش بتاع فرايد تشيكن. انا عايز اسال على المطعم نسال احنا بنصور ولا نسال. اه عادي. اه من هي اسمه هيروز. هيروز ده موجود حتت كتير ولا لا؟ مصر الجديده. مصر الجديده يعني صار بصوا حلو قوي. حلو صح. كان نفسكم منتخب حلو قوي. هو لسه بادئ قريب يعني مش من زمان. أوكي. قريب قوي يعني. انت ازاي مش مع فرايد تشيكن؟ لا انا بحب الفرايد تشيكن جدا. بس دي رهيبه. انت عارف ان البرجر بالنسبه لي دي رهيبه. دي رهيبه دي رهيبه قوي. حلوه جميله طبعا. فطبعا انا صراحه بس انا لو توب فورم برجر وتوب فورم فرايد تشيكن هاخد توب فورم برجر. لا انا فرايد تشيكن. وانا فرايد تشيكن بصراحه. فرايد تشيكن جدا. فرايد تشيكن تفوز الصراحه على البرجر الجامد برضه. معلش يا حازم بقى النهارده يوم مش يوم الحلقه دي جايه عليك يا حازم. قوي قوي. اكتر حلقه كنت متحمس لها. كده كلنا شفنا يوم. ماشي يا فوز الفرايد تشيكن ويخرج البرجر كده الفرايد تشيكن النهائي. الى النهائي. الى نصف النهائي. الى نصف النهائي. اوكي مين بقى اول ماتش معاه في النصف النهائي؟ المخ والحواوشي. المخ والحواوشي. يلا بينا. عندما يكون قدامنا مخ وقدامنا حواوشي نختار ايه؟ ده ماتش صعب قوي. انا الاثنين بيحبوا بعض. بجد عندما يكون قدامنا مخ وقدامنا حواوشي ناكل ايه؟ حلو السؤال. اه هاكل مخ. ورمضان مخ برضو؟ اقل من المخ اقل من الحواوشي. تخاف تاكل حواوشي في رمضان؟ وبناء عليه وحشني اكتر طبعا. فاطلع محتار ما عنديش اجابه بقى يعني. مش سهله. لا مش سهله خالص. انا مستحيل اكل حواوشي في رمضان مستحيل. بص انا هختار بيزد على حاجه صغنططه ولطيفه قوي. انا الحواوشي بالنسبه لي از سورت اوف ان ابيتايزر. نظريه واخد بالك يعني. في مطاعم هتلاقيه بيقدم ابيتايزر كده طبق فيه اربع تربع حواوشي حاجه على كسديه كده. هتروح عمرك شوف مثلا محل قائم يعني ما فيش محل قائم على المخ بس في نفس الوقت ايه حواوشي. هتلاقي حواوشي مع شاورما. ايوه بس انا حواوشي فاهم قصدي. انا بحب الناس بتقدم الحواوشي بالطريقه دي كانه بيقدموا ورق عنب اليلانجي بتاعهم يعني. اليلانجي لا يعني ده مش ورق عنب بتاعنا اللي احنا الاكله البتاع. بقول لك ايه كفايه اللي انت عملته في الحلقه دي. في ايه؟ مخ. طب حواوشي اتفضل يا باشا. طب حواوشي دي لو لاحظت دي نكايه تنفيذ. والله العظيم ابدا مش ايمانا بالحواوشي. اقسم بالله ابدا. هو لو كان عنده قضيه وايمان بالحواوشي واختار الكشري. والله العظيم ابدا انا مستحيل اكل حواوشي في رمضان. لا واقف انا معجب بالكاميرا دي. لا والف لا ادونا فرصتنا. بتوصل الاداء احسن غير اللي بالجنب دي فاهم. دي بص كلنا فاسدون. انا بحب المخ اكتر من الحواوشي بكتير جدا وبيوحشني في رمضان اكتر بكتير جدا لاني عمري ما بفكر اكل مخ في رمضان. ف يعني اي فوت المخ.
انا مش متضايق تيفوز المخ قال لك انا مش متضايق ده بيموت لا والله ابدا انا بحب المخ جدا جبنا لك حق انت وصلت الفاينل حتى لو خرجت حتى لو خرجت هتفضل برضو في قلبي يا كنت موت دود هيفضل عندك مخ في قلبك ايوه اوكي يوصل المخ الى النهائي ونروح الماتش قبل الاخير في الحلقه دي هو فرايد تشيكن ومين سلطه الرنجة وسلطه الرنجة فليلا بينا فرايد تشيكن ورنجة سهله فرايد تشيكن فرايد تشيكن سهله فرايد تشيكن فوت فرايد تشيكن فرايد تشيكن فرايد تشيكن فرايد تشيكن اذا خلاص فرايد تشيكن 3 فرايد تشيكن فرايد تشيكن ما قصاد الرنجة ما فيش والله العظيم على فكره يا جماعه انا رغم ان انا ما بحبش الرنجة والله بس بس ايه بتقول ايه لو كنت قلت رنجة كنت هقول رنجة ما فيهاش رجوع ما فيهاش المفروض رجوع لا انا مش هرجع بس انا مستغرب انت كنت تختار الرنجة على انا بحب انا بحب الاكل ده بحبه جدا انا بحبه بس فوق فرايد تشيكن انا بس عايز اقول حاجه هيجي عليك اول يوم العيد ودخلنا في الغداء وعندك فرصه ناس بتقول لك احنا ممكن نجيب رنجة وفسيخ وما اعرفش مين ونقعد ناكل ونجيب بصل وما اعرفش مين ولا ناكل فرايد تشيكن تجمع رنجة طيب لا ايوه دي في دي بس زايد فرايد تشيكن هو اصل الرنجه والفسيخ ده ما يتاكلش فرداني عمرك سمعت عن واحد طلب رنجه وفسيخ وقعد ياكل لوحده ما بتحصلش انا فاهم قصدي عشان انت عملتها سيتويشن معين هو ده هي دي طبيعته مش اول يوم العيد الناس بتاكل مع بعض ايوه ده انت لو بتاكل لوحدك ده شيء وحيد وتعيس جدا ما تتضايقش معلش يعني انا مش عايزك تزعل ضربت في حد ضربوم في حد قفل الحلقه وبيعيط دلوقتي طب نتكلم بصراحه يا جماعه احنا علاقتنا ما بقتش حلوه مع بعض احنا فاهمين معلش دي اصلا انسى النقطه اقول لك فيها الحقيقه خلاص يا عيني لا بس فرايد تشيكن فرايد تشيكن معلش لا لا مش متضايق لو هتفوت فرايد تشيكن هفوت فرايد تشيكن يعني مش هطلعه ب 2-1 لا فرايد تشيكن 3-0 حازم انا هات بقى لا بس انا عايز بس اقول حاجه ان انا واحنا بنحضر الحلقه انا اللي قلت لهم جيب رنجه هي الرنجه ما كانتش هتبقى موجود بس انا كان في مخيلتي يا ابني ازاي انا كنت جايبني رنجه قلت لي ماشي انا كده كده ما باكلهاش بس هاكلها عشان الحلقه يا ابني قلت لك هات رنج انت بتهزر كام بجد لا ده احنا بعد الهوا بقى نتكلم نتناقش دي كانت جميله جدا ما تتخانقوا قدام الهوا انا قلت له نجيب رنجه رغم ان انا ما بحبهاش فراح قال لي ماشي رنج بس يعني مين كان صاحب الفكره انا كنت صاحب الفكره انا اللي قلت له نجيب رنج انا اللي كتبت بتاع مين اذا كنت انا اللي جبت الفرصه هو احمد هو طرح الفكره صحيح في الاول هو اللي احنا متاكدين منه ان مش انا اللي قلت نجيب رنج ايوه ده اللي اكيد ده كان في مخيلتي عموما يعني كان في مخيلتي ان هي تخرج يعني جايه هتودع وكان في مخيلتي ان انت اكيد ما بتاكلش رنجه مين ده يعني مع كل تحفظاتك في الاكل دي وبتاكل رنجه وبتاكل فسيخ انا احترم وبالشوكه والسكين وبالشوكه والسكين فرايد تشيكن تفوز مع تحفظنا يعني وحبنا شديد للرنجه الصراحه مش انا النهائي الى النهائي الى النهائي فرايد تشيكن ضد الموقف في النهائي ده اكتر نهائي ما كنتش متوقعه طب انتوا كان ايه توقعاتكم للنهائي توقعي النهائي بعيدا عن انتوا مختارين ايه بس توقعك للنهائي كان ايه فاست فود لازم يكون هم موجود الصراحه بنسبه كبيره يعني انا بالنسبه لي النهائي اللي كان في مخيلتي كان هيبقى برجر وبيتزا لا. ده اللي كان في دماغي ماشي ماشي شايف اي مانع لاكل برجر وبيتزا جوه رمضان فلا ما كنتش هتوقع مفيش ما يمنع بس اقصد ان الكلام دلوقتي كفكره كل الاكلات دي الناس مش بتكلم عن الطبيعي ايه او المنطقي ايه الناس في رمضان بتاكل خضار بتاكل مسبكات بتاكل مشويات بتاكل اكل أيوة مصري بس مش عمرك ما هتاكل كده 30 يوم في يوم هتستقبل بتيجي في الاخر بقى لو جيت اوردر هتوردر ايه ما انا فاهم والله دايما هتروح مخك هيروح بسرعه للفاست فود اللي انت متعود عليه ما انا فاهم بس كان برضو في مخيلتي ان النهائي هيبقى كده حاجه بس يعني برجر وفرايد تشيكن بعيدا عن التخيل انا شايف ان ده انسب دول فعلا حاجات الناس ما بتفكرش فيهم ومش سريع ان هم يروحوا لهم سواء لانهم بيستتقلوهم او بتوقع انهم مش هيكونوا كويسين وده السبب الاكبر على فكره يعني محدش في الدنيا عاوز يصوم طول اليوم في الاخر يفطر على فرايد تشيكن والفرايد تشيكن في مصر بقت 50-50 في 50% احتمال ان الاوردر يطلع زي الزفت مخ لا برضه مش جامد لا المخ الاحتمال الاكبر انك ما تلاقيهوش خالص او تلبس فيه او تلبس هو اتنين مقليين اتنين بيعطشوا فايه سهله ولا صعبه صعبة؟ صعبة لأن يعني كل الحاجات ديت بقى على جنب هو الأوردر النهاردة الفرايد تشيكن أحلى من المخ بكتير ماشي صحيح طب حد هيتطوع؟ أنا هتطوع تيريت 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 بص صعبة لأن أنا بحب أكلة الفرايد تشيكن أوي برضو بس بحب المخ
بس انا كتير قبل كده اكلت فرايد تشيكن في رمضان، بس صدق تقريبا عمري ما اكلت مخ في رمضان. فانا هجو فور مخ فور ذس كيس. هقول وهتقول قول فرايدو تشيكنو كده 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 مش محتاج فور ايفرو. هو بيحب الفرايد تشيكن زي يعني فرايد تشيكن فور ايفرو. استاذ مهدي انا الان السوينج بتاعك. السوينج بتاعي هيكون سوينج مصري، سوينج شرقي. يا نهار انا جيت معاك في الرنجه. سوينج من اعماق البهيمه. مش كنا بعض في الرنجه؟ قولها الوجبه. الوجبه غير مخ طبعا. اه فرايد تشيكن جميل وانا بموت فيه وانا اخر وكل حاجه. الوجبه غير احتفالاتها. جبت لك حقك وهتجيب الحته من الحلقه وانا بولول انه خرج وقول له ان انا جبت لك حقك. لا دي مشاكل شخصيه عندي. لا 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 معلش بقى، لا مشاكل شخصيه من المخ. لا لا انا شايف من الاول على فكره بصيتك لل بص هو بيتفرج اهو زمان بصيتك لسه بتاع النبي. استنى استنى قول له ان انا جبت لك. انا افتكرت حاجه تدعم اللي انا بقوله بنسبه 100%. اسمع دي، انا طول عمري وانا صغير ما بطقش المخ، لان كنت بشوف اللي بيشتروا سندوتش ما حدش كان بيعمله في البيت عندنا، ابتدوا يعملوه بعدين. بس لما كانوا بيجيبوا سندوتشات الكبده شكلها جميل ومقليه وبقدونس وبتاع، المخ ده حاجه صيصه وعجينه وما بطقهاش، مش عايز اكلها ما اعرفش مين. لغايه سبحان الله لمره اخر يوم في رمضان كنا سهرين بنلعب كره في الشارع لغايه صلاه العيد، احنا عادة كنا بنعمل هذا التقليد، وقربنا من بعد الفجر بشويه حموت من الجوع وفي الشارع ومفيش محلات ولا محل فاتح، لقينا في شباب كانوا معانا في الشارع راحوا جابوا سندوتشات لو انا فاكر صح كان من نعمه، وكان معاهم سندوتشات مخ، وحد فيهم فوت سندوتش مخ قال لي محمود لو عاوزه خده. اطعم سندوتش ممكن اكون كلته في حياتي، لقد ايه انا كنت جعان وهاكل اي حاجه. فانا بتكلم على ذكرى عيديه في المقام الاول ده انا فاكر كويس قوي، ده كانت في مناسبه عيد اصلا. فعايزني بعد ده كله افوت فرايد تشيكن. انا كل ده مش عارف الذكرى في مخي دي كانت تايهه فين، لسه طالعه دلوقتي. بكيتنا يا استاذ محمود والله. بس حلو والله. المخ هو الفايز. تدعم الفايز. ممكن اعرف كنت مصوتين لي ايه؟ مصوتين لكل خير ان شاء الله. ممكن اعرف؟ خلاص بقى يا عم، خلاص يا الباتشينو خلاص. الطريقه بتاعت اللعيبه اللي معهمش مايكات وعايزين يشاوروا للكاميرا دول. للاسف لا عقلي ولا قلبي خسروا الاثنين؟ خسروا. يعني عقلي اختار الفطيره السجق وقلبي اختار البرجر. اوكي فعدل فرايد تشيكنو. اوه انت خسرت في النهايه. بينفل والله، بينفل والله. بس انا بعشقها. لا والله انا افخر بان انا الاختيار بتاعي وصل لدور متقدم في البطوله وما خرجش مبكرا. الحمد لله الحمد لله. والدور اللي وصله هو دور النهائي بل انه فاز بالمنافسه وحط حاجه ضروريه. سلم عليك استاذ محمود المهدي. اشار كبير استاذ محمود المهدي. ده مهدي ده اجمد واحد فينا. مش عارف مين مهدي. هي دي لما تاكل حاجات مقليات كتير. انت قلتني في النهائي ماشي حصل. الحمد لله الحمد لله. مالي كتير بتغلب ما صدقت. ده انا ايه ده انا مالك التوقعات على كده بقى. في ايه حبيبي اهو فطيره سجق وبرجر. برافو. ان هم يخرجوا قصدي. انا شاكك انهم كانوا معانا اصلا. بس لا جود جس جود جس. لا جود جس قوي يعني مش عارف انت. الحمد لله والله. لا اصل احتماليه وصوله ان هو يكسب يعني بمنتهى الامانه 1%. بمنتهى الامانه هدفي الاساسي انا كنت اعدي اول ماتش بس يعني مش عاوز اللي اختاره يخسر في اول ماتش. ايوه ما انت قلت كده. انت قلت انا هختار واحد على الاقل يخسر. انا اخترته بناء على كده. انا حاسس روحي اكسب اول ماتش بس. يا نهار ابيض. حاسسني من الحمد لله والله. بيلعبوا العاب سحريه يقول لك اكتب كتاب اللي انت مسكت دلوقتي واجيبك كده اهو انا معايا كده بالظبط. يا لهوي. لا لا جود جيم جود جيم. لا لا جود جيم وماتش حلو الصراحه والفخر حاجه لذيذه يعني الناس اللي مصر بيها جدا في العيد جدا جدا ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين جميعا ويا رب كل سنه وانتم طيبين. سعيد على حضراتكم. كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. لا لا معلش احنا الثلاثه اسمنا حماده. لا لا تعال قرب. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. تعال قرب معلش. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. بس كده اكيد منكم صوتوا بالحلقه و خلاص قفلت بقى كنت هقلع المايك. وانت تقلع هدومك اتمنى صوتوا بالحلقه وقلنا هل فعلا توقعكم وصل للنهائي فعلا ولا لا؟ هل فزتوا مع هل توقعك فاز في الحلقه ولا لا؟ قدام ده لعبوا معانا هذه اللعبه يعني
شكرا يا مالي انك حضرتك شاركت معانا في الحلقه. سلام وانت طيب والف شكر على الاستضافه الكريمه دايما والله. وشكرا يا كنت موتو شاركت معانا النهارده. طبعا مش شرط تتابعوا مهدي وحازم على اكونتاتهم على السوشيال ميديا سواء يوتيوب او على انستجرام او على فيسبوك. بس كده كان معكم عمرو الشريف و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومحمود مهدي و محمد حازم من قناه عمرو الشريف والسلام حادوق بس.